صور الفنان الشامل مروان خوري تتر مسلسل مذكرات عشيقة سابقة اللي عم بتشارف تحضيراته على النهاية. مروان نشر عدة صور من كواليس التصوير، ومن بعدها نشر فيديو خاص أثناء غنائه للتتر. التتر اللي بيحمل عنوان يا بتكون لإلي كشف عنه مروان بهالفيديو عبر صفحته الرسمية، فنال تعليقات جيد جدا وأثنى جمهوره على إحساسه العالي وإبداعه الكبير. أما المسلسل اللي عم بشارك فيه نخبة كبير من الوجوه العربية فما زال قيد التحضير.